مساء الخير، شنو ده؟ الطفل ده من 4 سنين كانوا لاقينه في كنيسة، كان لسه مولود. أخدوا شخص وداه لناس ما كانوش بيخلفوا علشان يربوه. خدوا الراجل ده وراح عمل له شهادة باسم شنودة وعاش معاهم 4 سنين. ففي واحدة قريبة الراجل اللي متبني شنودة وراحت قدمت فيه بلاغ ان الولد مش ابنه وكان مخطوف. فالنيابة قررت تحليل دي ان ايه، وفعلا طلع الولد مش ابنه. من هنا الموضوع حصل فيه ضجة وبقى مثير للجدل وأسئلة كتيرة قوي بتدور في أذهان كل الناس. يعني التصرف اللي حصل من ناحية القانون ده صح ولا غلط؟ ومن ناحية تانية فين حقوق الإنسان؟ إن طفل ينتزع من عيلة ويروح لدار الأيتام، وإيه رأي الدين في النقطة دي؟ فحكمت المحكمة إن هما ياخدوا الطفل ويحطوه في دار ملجأ للأيتام، وحذفوا اسم شنودة وسموه يوسف. طبعا السوشيال ميديا وقنوات القبطية كلهم حكيت الموضوع ده، وقد إيه والد ووالدة شنودة بالتبني متأثرين جدا بفراقه، والأم من بكائها بتقولهم أنا أمسح لكم أي حاجة، أنا أقعد تحت رجليكم أعمل لكم أي حاجة، بس خلوني أشوفه، طب حتى أسمع صوته. يردوا عليها ويقولوا لها خلاص هو بقى مسلم مش مسيحي. الأب بيبكي بحرقة وبيقول أنا عايز المسؤولين تقف جنبي، وبيناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو يقف جنبه في الموضوع ده. بجد حالتهم صعبة جدا، رجل وامرأة قعدوا 29 سنة ما يخلفوش، ولما لقوا الطفل ده اتعلقوا بيه. هو بيقول لكم أنتوا بتحاسبوني على إيه؟ لو عذبته حاسبوني، لو بعت جسمه حاسبوني. إيه الغلط اللي أنا عملته؟ أنا ما بنامش والله. فبجد كلامه يقطع القلب جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات. مع السلامة.